العرب هم أكثر من ينتظرون الحرب العالمية الثالثة وينتظرونها بشغف، وبنوكهم تعج بالربا، وشوارعهم تعج بالمحرمات، والزنا حدث ولا حرج، والحرام حدث ولا حرج، وقطيعة الأرحام حدث ولا حرج، وكأن الحرب العالمية الثالثة التي ينتظرها العرب على شغف هي ستطال المشركين والكفار، أما نحن فعباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حينما أمر الله بهلاك قرية عاد الملك ينادي: يا رب إن فيها رجل صالح، قال: به فابتدئ. قال الله: بهذا الرجل الصالح فابتدئ. لماذا؟ قال: كان لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وهو رجل صالح. أمر الله أن تهلك القرية ابتداء بالرجل الصالح. يرى الزنا وساكت، يرى الربا وساكت، يرى المحرمات ويقول: ليس لي علاقة. قال: به فابتدئ. أحبتي، أقول في الختام: يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، الحرب العالمية الثالثة ابتدأت منذ زمن، ابتدأت منذ زمن وأنتم نائمون، ابتدأت يوم أن وصل عدد الشهداء في سوريا إلى 1,000,000 شهيد، ابتدأت يوم أن مات ويموت من الجوع كل ساعة طفل، يموت طفل كل ساعة من اليمن. ابتدأت الحرب العالمية الثالثة، ابتدأت الحرب العالمية الثالثة يوم أن وقف بوتين البارحة، وها هو يعود بوتين ليأخذ صورة بجوار قبر صلاح الدين حتى يقول، وكأن لسان حاله: أين جنودك؟